يعيش سكان عمارات 120 مسكن بحي بابا علي بولاية معسكر وضعية مزرية بسبب هشاشة البنايات التي يعود تاريخها إلى العهد الاستعماري، فهي مصنفة في الخانة الحمراء بسبب خطورتها على المواطنين. غنية غالمي رصدت لنا التالي. عندنا الضيق، الحمان، الباطمة القعراشين، ما استاهلنا عند الحكومة حتى حاجة نتونسوا بيها، مكان والو. ها عندك قريب 60 عام ولا 60 عام ولا فوق من 60 عام، نبي وليداتي زوج ما صرتش كاع وين نتحرك. الحي تاع بابا علي قاعد هو المهمش التالي، لو ديرني تاع لي ديرني تاع تو لي كارتي، كاع لي كارتي تسقمو. كنت هودي لاكار تقيه لا ما تأمنيش، وسيرتو هادو لي باتيمون راكم تشوفوا فيهم، هادو يعطيهم لي باتيمون 5ام، هادو لي باتيمون 5ام اوروزمون جات بناتهم فرنسا، خاطش ما يغشوش في البيطون وما يغشوش في كذا وكذا وكذا، صوالح باينين. انا اون 2015 كنت دخلي عندهم، انا واحد في هذو الايام دخلت، كان مريض، دخلت عنده هنايا، ما نجمش ندخل نقول لك الصح، خفت روحي لا نطيح مع الدرج، غراوينا ولادنا ساكنين هنا مصابوكية الخبار، جنازة تندار هنايا، هاد الجنازة تاع الناس تدير قواطين برا، مريض باش يواسو تيدو عند جواني كيما ماهوش في حالة زعما يأسف ما تنجمش تشوف هاد لي باطيمون.